بحثاً عن لقمة عيش يضطر هؤلاء العمال ومعظمهم من المخالفين لنظم الإقامة والعمل إلى التكسب من خلال نشاط غسل المركبات في الطرقات العامة، رغم ما يترتب على هذا من أضرار بيئية وصحية. الأمانة لديها الآن 10 بلديات فرعية، طبعاً في كل بلدية فرعية خصصت عدد من الفرق الميدانية المكلفة بمكافحة هذه الظاهرة باستمرار ومراقبة المواقع التي عادة ما يتواجد فيها هؤلاء المخالفون. مشهد يتكرر أمام أنظار العامة أثناء ملاحقة الفرق الميدانية للبلديات الفرعية في أمانة العاصمة المقدسة. تفر العمالة وتطلق ساقيها للريح، وسرعان ما يعود الوضع كما كان بعد أن تهدأ عاصفة المداهمات. حملة أسبوعية تقوم ببلدية المعابد الفرعية بالمشاركة مع الأخوان في الإدارة العامة للنظافة بخصوص العمالة السايبة وغسال السيارات بسبب المياه اللي تكون منهم والجراثيم اللي سببوه حمى الضنك، فنقوم احنا بحملة أسبوعية عليهم بإزالة الجوالين وحاولة تحريكهم من المواقع اللي هم فيها. باتت طبقة الأسفلت هشة ومتآكلة جراء تشربها اليومي كميات كبيرة من المياه الممزوجة بمواد تنظيف، ما أدى إلى سرعة تلف البنية التحتية للطرقات والشوارع. والله الإقبال عليهم بحكم أنه سريع يغسلون وحاجة زي كذا ودفع مادي يعني أقل وهكذا. تنفذ بلدية المعابد جولاتها الأسبوعية للقضاء على هذه الظاهرة، حيث تتم مصادرة حوالي 6000 جالون من الماء شهريا تقدر ب10000 لتر من المياه التي تفرغ في حينه، فيما تستمر حملات مراقبي البلديات لملاحقة أكثر من 160 ممن يعملون في هذه المهنة في حي المعابدة وما يجاوره. أمانة العاصمة المقدسة وبالتعاون مع إدارتي المرور والجوازات يكثفون نشاطهم اليومي في الحد من انتشار وتمدد ظاهرة غسل المركبات في الطرقات، بيد أن المهمة ليست بالأمر السهل، فهي ضاربة في جذور الأرض منذ سنوات طويلة. من مكة المكرمة خميس الزراني، العربية.